العم صالح له علاقة بموت أمك؟ ما بعرف، بلكي من دون قصد، ما بعرف إذا كان وسيلة. بس شو ما يكون، أنا كبرت على إيده، هو أبوها لشيرين، لهيك أنا بدي نمسك المجرم. طيب وإذا صار لك شيء؟ لا تخاف علي، ما رح يصير شيء. ليش لحتى نفكر بالشر؟ يلا، من وين رح نبلش؟ بدنا نروح لمكان الجريمة. تمام. طيب عندك فكرة شي وين ممكن يكون مكان الجريمة؟ ايه صح، ليكي خطر على بالي شي يمكن يساعدنا ويمكن لا. لما لقوا صالح بصندوق سيارتي كان في وردة معلقة بكعب صباط صالح من تحت، يمكن ما تكون مهمة بنوب، بس ما بعرف، هيك خطر لي ممكن تعطينا راس الخيط لنعرف شي. طيب كيف كان شكلها؟ يعني نوعها إتيليا، جاردينيا، أكاسيا، بتعرفها شي؟ هي كانت موف بس قريبة على اللون الوردي شوي، زندة أصفر، ماني متذكر غير هيك، الوضع ما كان مناسب. طيب إذا شفتها بتعرفها؟ إيه محتمل. مو هي هي؟ موف وقريبة من اللون الوردي شوي، شوف. لا مو هي، ما كانت كبيرة هيك، لا. معقول تكون هي؟ لا كيف بدي قلك، كان شكل هالوردي هي مثل البنفسج. هي مثل البنفسج بس أكيد ما أنا بنفسج هيك. طيب شوف هي. لا طيب بنفسجي، زندة أصفر، استنى يمكن زعفران أباند. شوف لي هي. ايه هي سوهان. هي؟ ايه هي 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 هي. شي غريب لأنه هذا النوع نادر كتير بكورلوداغ، قليلة مناطقه. كتير منيح، إذا عرفنا مكان هالنبتة فينا نوصل لمكان الجريمة. لمين عم بدقي؟ لتسنيم، المسؤولة عن الورود بالمشتل. في عندي ملف تعريفي عن هاي الأنواع. استنى شوي جسور، خلينا نشوف.
ايه تسنيم، اسمعي شو بدي قلك. روحي على مكتبي دغري، في ملف عن انواع النباتات بكورلو داغ عندي على الكمبيوتر، فوتي ودوري. عزعفران أبانت، بدي تشوفي لي وين بتكون بكورلو داغ وشو المعلومات عنها. طيب عم استنى. ايه ماشي، ايه ممتاز. طيب شكرا لك، يلا بشوفك. شو؟ الورود بتطلع بمكان واحد هون وانا بعرفه جسور. كتير منيح، لكن قليلي لحتى روح بسرعة. قصدك نروح على الاغلب؟ سوهان ليكي لا تعترض بنوب جسور. انا بدي قلك ما نروح بسيارتك مشان ما نلفت النظر سوهان، بلا ما حدا يشتلق. في سيارة قديمة برا، خلينا نروح فيها احسن. ايه شو في جاهدة؟ ليك دوران، هلأ الوضع كتير هادي، إذا أنت إجيت لمحل ما قلت لك. أنا بالشغل ومفاضي بنوب. كيف لقيت شغل بهالسرعة هي؟ ايه طيب، بس هو أكيد ما رح يكون أهم من ابنك، ما هيك؟ أنا فكرت بهذا الموضوع كتير وبدي... ها ليك أجيت الصيدة. شو؟ انت شو عم تقول يا توران؟ انا هذا شو جنيت؟ ما عم بحكي معك، عم بشتغل جاهدة. روحي هلا، في عندي شغل بعدين بنحكي. الو لا تقرب اكثر من هيك، قدام بصير الشجر كتير وأصلا في مستوقع. وبدنا نكمل مشي من هون. كنا نيجي أنا وأمي وندور على ورود. طلع أنت فيك تلاقي هون زعفران الأبانت مفرقة. لازم نكون قربنا. ليكي في دعسات كتير بهذا المكان، كأنه صاير خناقة هون. شوفي سوهان، جسور دم. وين؟ وينه؟ وأخيرا هذا هو المكان تبع الجريمة بالضبط. شي أكيد هو قال إنه رصاصة فاتت من جهة وطلعت من الجهة الثانية، قصدي النائب. معناتها لازم نلاقي مكانها. بيكون أحسن إذا ما بتحكي عن هاي التفاصيل، أنا ماني متحملة. ليكي إذا مانك متحملة المنظر روحي وركبي بالسيارة وارتاحي هنيك. إيه بيكون أحسن إذا بحكي. تعي. شو جسور؟ شوفي شو لقيت هون، في أثر. دواليب بسكليتي. كيف عرفته؟ لو بتعرفي تقري الآثار كنت فهمتي، وهذا من امبارح. ما بظن يكون أقدم من هيك. يعني كنت بطفولتك بالكشافة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. بسكليت ولد صغير بأربع دواليب. يعني حلو كتير، بس هذا ما بيوصلنا لشيء أبداً. يمكن مر الطفل من هون بأي وقت.
ما هيك؟ بظن انه صارت الجريمة هون بالضبط. شو هذا جسور؟ علي واحد اي مو حابة ضايقك يا محقق، بس برأيي انه هاي الشغلات يعني ما إلها علاقة بهالموضوع. وبجوز إلها، يمكن تكون هالمحاية لأي طفل كان مارق من هون وبأي وقت، مو ضروري يكون هالولد مارق مبارح، ما هيك؟ طيب سوهان، رح خبر النائب بمكان الجريمة وقول له يبعث فريق مختص لهالمكان لحتى يدقق بالأدلة واحد واحد ويتفحص المكان والمحيط، وهذا الدليل نحن منتابعه لأنه أكيد الشرطة ما رح تربطه بالحادثة وتهتم فيه بنوب. يعني ما رح نوقف هيك، بدنا نلاحق هذا الدليل. يعني أنت شو اللي متوقعه؟ مو متوقع شيء، بس فكري منيح، إذا كان مارق طفل من هون أكيد بيكون شاف الجريمة أو شي بيتعلق فيها، أو على قليلة سمع صوت سلاح لما تقوص صالح، ما هيك؟ ساعتها أكيد رح يحكي لنا بأي ساعة صارت الجريمة بالضبط. يعني إيه، بس لو مزبوط كان قال لأهله دغري واتصلوا بالشرطة، ما هيك؟ مستحيل نعرف هذا الشي، لأنه في ناس بتخاف وما بيفوتوا بهالقصص. ممكن، بس مكان الجريمة وكمان توقيتها، ممكن هدول يثبتوا براءتي. أكيد بقدر بثبت وين كنت بهداك الوقت. ليك، أنا ما بدي أحبطك أبداً، بس برأيي ما رح يطلع شي من هاي الأدلة. وحتى لو كان احتمال 1% يكون صح، ما بيستحق نجرب؟ طيب، أنا جاهزة، بس رح تستنى بالسيارة. اتفقنا. هون ما في غير مدرسة واحدة، هاي اسمه وصفوا على المحاية، لهيك خلينا نمشي لنلحق المدرسة قبل ما تسكر. رح شوف الولد وأحكي معه. يلا. مهربان خانم، ليش تأخرتي؟ بدك ما تواخذني يا كرهان، تأخر شغلي بالبلدية شوي، أنا بعتذر. خير، قلي لي شو رأيك بهالأرض؟ عم فكر ضمها لأملاك الشركة، بس قلت بالأول بورجيك إياها. والله حلوة كتير هالأرض، بس هلأ ماني قدراني أفكر يا كرهان. شوفي شبكي، على الأغلب مالك عرفان، جسور هربان. شو؟ إيه وكيف هرب بالله؟ والله ما بعرف كيف عمله، بس دعوا بالبلدية إذا حدا سمع أو عرف وينه يخبر الشرطة. شو هالقصة هاي؟ شي بيجنن، ما هيك؟ كل يوم في حادثة جديدة وكل يوم في مغامرة بهالبلدة، وعم حضر حالي للانتخابات. أنا بحاجة كبيرة لجسور كرهان، لأنه مستحيل إنه أقدر أنجح بلا. والله ما في غير ندعي إنه يمسكوا القاتل الحقيقي حتى يرتاح جسور، وأنا بتمنى هالشي، بس هلأ كبر الموضوع، هاد الشي اللي عمله وثبت الجريمة عليه. معقول سوهان ما بتعرف إنه هربان؟ في عندي طالبين اثنين اسمهم علي بنفس الصف. انت بتعرفي كنيته؟ للأسف. عفوا، يا ترى في مجال انه شوف الاثنين؟ في واحد منهم ما اجى اليوم لانه كتير مريض، والتاني بعثت له يجي ثواني وبيكون عنا. طيب، شكرا لك. لك وين هالبنت؟ ليش ما عم ترد على تليفونها؟ جسور ما رح يقرب من لبنوب، برأيي ما رح يتجرأ يعمل هيك. بس أنا ماني مطمئن وبتوقع من جسور كل شي، إن شاء الله يمسكوه بسرعة. أنا متأكد إنه رح يمسكوه.
ليش نحن وين عايشين لحتى الواحد يقدر يهرب من الشرطة وما ينمسك كمان؟ انت ممكن عم تقابل محامية جسور؟ سألها لأنه هي الوحيدة اللي ممكن تعرف وين بيكون متخبي. والله هلأ ما عاد عم نلتقي، حتى ما عم ترد على تليفوناتي، ما عاد طاقتني. هلأ لا تعمل لي فيها دون جوان زمانك، خلصنا بقى، روح اشتري ورد وشي خاتم على ذوقك وراضية للبنت وعرف لي وين هداك. أنا بدي أعلمك هالشغلات. لا لك لساتك قاعد هون؟ تحرك صالح البنت، خلينا نعرف وين جسور. أنا رح أعمل يلي بيطلع بإيدي، بس ما بوعدك. ها شوفي، على الأغلب فتحت الخط بدون ما تشوف، مو هيك؟ انت عم تحكي مع يلي بايده كل خيوط لعبتك، لا تنسى اذا تركت هاي الخيوط بتوقع وما حدا بيسمي عليك. لك تركنا من هالمسخرة، جسور هرب من السجن. سمعت، انا شفته كمان. شفته؟ وليش ما خبرت الشرطة؟ الصراحة ما بقدر، بنتك معه يا فهمان. سوهان معه؟ يعني شو بدي اقول، ليش انت في عندك بنت غيرها يا حلو؟ لك سوهان شو عم تعمل مع هداك الحمار؟ عم بيلعبوا لعبة المحقق حتى لقوا المكان اللي قتلت فيه صالح. والشي الأهم إنه في طفل واحتمال يكون شافك. كيف؟ مين هالطفل؟ أنت شو عم تقول؟ ما بعرف، وأنا كمان ما انتبهت، بس كان في طفل بالفيديو وما فيني أعرف إذا شاف أو سمع أي شيء لما كان، ولهيك هنن عم بيلاحقوه كمان. كثفنا الدوريات بهي المنطقة مشان إذا إجا على المزرعة نقبض عليه. غير هيك في نقاط تفتيش بمداخل البلدة كلياتها، وبتخلوا دورية على طريق الغابة كمان. بأمرك حضرة النائب. ألو، لقيت مكان الجريمة. جسور؟ لك انت وينك؟ شو اللي عم تعمله؟ تعال لعندي فورا. خد دورية وفوتوا 15 كيلو متر بطريق الغابة قبل المستنقع بشوي، صالح انقتل هنيك، رح تلاقي اثار دم وفي رصاصة بشجرة. يا جسور اسمعني، انا رح حذرك لاخر مرة، تعال عندي دغري لانك هيك عم تثبت انك القاتل. مستحيل هذا الشيء، مستحيل اتراجع قبل ما اثبت براءتي. اسف. جسور متأكد انك ما رحت لهنيك، بلكي تكون مريت من هنيك وانت عم تلعب على البسكليت. بس انا ما عندي بسكليت. ماشي علي، شكرا لك. يلا علي على صفك. طيب في مجال اخد عنوان الولد الثاني؟ ايه طبعا. هلا بلشنا. اصحك تخليها تغيب عن عينك، انتبه ما تحس عليك وانت عم بتلحقها، تلحقها مثل خيالها. عنوان الولد صار معي، يلا خلينا نروح فورا جسور.
تفضلي. مرحبا، أنا سوهان كورلوداغ. بنت تحسين كورلوداغ؟ إيه أنا. ممكن أحكي مع ابنك علي شوي؟ بدي أسأله عن شغلة، وهالشغلة كتير مهمة. ماله هون برا البيت؟ عن جد؟ طيب وينه؟ يعني هو ما راح على المدرسة، لساته مريض؟ يا خانم ليش كل هالأسئلة؟ أنت شو بدك من ابني؟ قلتلك بدي أسأله عن شغلة كتير مهمة. بلكي بيقدر يساعدني. نحن ما منقدر نساعد أي حدا بنوب، وغير هيك ابني ما شاف شي أبدا. لو سمحتي افتحي الباب. لو سمحتي. يلا روحي قبل ما خبر الشرطة. طيب هاي الكارت تبعي، ماشي؟ رح أتركه هون، انت فكري بالموضوع وبعدين اتصلي. شو حكيتي مع الولد؟ أمه ما سمحت لي، حالتها ما لها طبيعية، يعني لسه ما حكيت بالقصة، قالت لي إنه ابني ما شاف شيء. هذا بدل إنه شافه. طيب لوين؟ وقفي خليني جرب حظي مع هاي المرأة. أنا كمان جسور، استنى، هي قالت رح تتصل بالشرطة ويمكن حاكتهم. لو سمحت خلينا نروح قبل ما يجي حدا، لازم نعطيها شوية وقت وبعدين نرجع. إيه؟ لو سمحت اليوم مو ضروري نغامر كل هالقد، خلص لو سمحت، نحن لازم نمشي قبل ما يمسكونا. شو بدك نعمل؟ نكمل مراقبة؟ يمكن يفهم انه عم بيتلاحق من قبل حدا. اصلا طلعت كل جايتنا لهون على الفاضي، وما رح نجرب حظنا اكتر. اساسا اول شي لازم نحل مشكلة الطفل. لشو لعبت هيك لعبة على الشرطة؟ أنا هذا اللي ما عم بفهمه. عمي رفعت، جسور ما حكى معك أبداً، يعني إذا أنت بتعرف وين مكانه خبرني لو سمحت. هلأ هو بورطة كبيرة، ليك أنا مالي حابة إنه تكبر هاي المشكلة أكتر من هيك. وأنا ما بديها تكبر، أنا ما بعرف مكانه ولهلأ ما حكى معي أبداً. الحقيقة الحق معه، هو رح يفكر إنه الشرطة عم تراقبنا كمان، بعرفه. هو معقولة سوهان عمي؟ يعني معقولة تتعاون مع النائب لحتى يروح يقبض على جسور؟ لا تحكي بلا ما تعرفي، يمكن بتعرف شيء نحن ما بنعرفه. بانو أنا لازم شوفك، ممكن؟ أنا بعتذر منك، هي مرته لجسور السابقة، ما فينا نحكي عنها أبداً. وين سيارتي؟ أخذتها وخبيتها احتياط لأنه يمكن يلاقوها ويعرفوا مكاني. بدك تروحي؟ إيه رح روح. لقاتل بيناتكن وأنا ما بدي ترجع على كورلوداغ بنوب. لا تخاف، ما رح يصير شي أبدا. متأكدة؟ يلا عطيني المفاتيح وقلي وين سيارتي. الجو مو منيح، الصبح بتمشي.
أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا بشكرك إنك قبلتي دعوتي بانو. الهرب ما بيوصل لنتيجة. مظبوط. بس شو كل هالحلاوة هاي؟ شكرا لك، عرفت باللي صوته جاهدة، وعرفت كمان إنه أنت مالك علاقة بكل القصة. أنا حاولت إني أشرح لك، ومثل ما شفتي كل شيء كان عبارة عن سوء تفاهم مو أكثر. كتير منيح. إيه شو في شيء جديد؟ شو راح يكون في يعني؟ أكيد بتعرفي بكورلو داغ ما بتوقف المشاكل بنوب. نحن بالأول صدمتنا جريمة جسور، وبعد هيك جسور هرب من السجن دغري. أنت بتعرفي وينه بالمناسبة؟ أو حتى كيف منقدر نوصل له لحتى نمسكه؟ أنا بوعدك إنه هذا الشيء ضل بيناتنا. ولهيك طلبت إنك تلتقي فيني؟ لا، لحتى تاخذ معلومات مني. لا ابدا، لا تضلي تفهميني غلط. برايي كثير فهمانتك يا بولانت، بس رح اعطيك الجواب. جسور ما حكى معي ابدا، وما بعرف مكانه بنوب. حتى لو انا كنت بعرف ما رح اخبرك بمكانه ابدا. بانو، هالمره ما رح اسمح لك تروحي وتتركيني. ما فيكي كل مره تهينيني وتمشي. يا صدقيني يا لا تصدقيني، اشتقت لك كثير والله. طيب ليش بلشت بالحكي معي عن جسور يا بولانت؟ لأنه أنا ما كنت حابب نحكي بقصتنا مباشرة، قلت منحكي بشوية هدوء. لا عن جد أقنعتني. اسمعيني، لو سمحتي حسي فيني. هلأ هذا أكل اثنين هربانين. ما كان في شي هون، يعني واضح إنه من زمان ما أجا حدا، وهي المعكرونة صلاحيتها منتهية، بس ما رح تقتلنا. وين المشكلة؟ على قليلة جبتي فريز. إيه، من الحديقة يلي هون. طيب جسور، ما قلت لي لمين هذا البيت؟ لحبي. هيك اسمه، صديق قديم كتير، عايش بباريس. هو قليل ليجي لهون. طيب هذا حبي أكيد شاب جسور. خير، أنت ليش عم تضحك؟ يعني هالاسم ما بسمعه كتير، ولهيك قلت بلكي مو لشاب. وحتى ونحنا بهيك وضع عم نلاقي شغلات نغار فيها على بعضنا، ولهيك عم بضحك. مين اللي قالك اني غرت جسور؟ بعدين انت امتى اخر مرة غرت فيها علي؟ قلي. من دقيقة واحدة. وقت حطيتي ايدك اليمين فوق ايدك اليسار، لأنه أنت ما بتعملي هيك غير بحالة الدفاع وبوة. وقتها غرت من إيدك على إيدك. رفعتي إيدك ورفعتي غرتك يلي نازلة على وشك ورديتيها، ونفس الشي غرت على شعرك من إيدك. أخذتي الفريز بإيدك، حطيتي بين شفايفك هدول، وغرت على شفايفك.
ليش عملتي فيني هيك؟ مع انك بتعرفي اني بحبك. ليش عملتي هيك؟ يمكن كان كل شيء مختلف بالنسبة لي. سوهان ما شكيتي؟ بمين؟ فيني؟ لا. ليش؟ لأنه جسور يلي بعرفه كان قال لو عمل هالشي ما كان نكر. يعني انت ما تعرفيني؟ او بعرفك لهي الدرجة؟ يعني تغيرت شوي بس لساتك موجود. برأيك مين عملها؟ بدك تسمع جواب هالشي مني سوهان؟ لا أنا بعرف. بدك تقول أبي القاتل. ليك يعني أنت فيك تشك بالكل هلأ. أنا ما فيني إلك شي بس يلي ما عم أفهمه كيف متأكد لهي الدرجة؟ ليش ما بتفكر باحتمال غيره؟ كل شي مبين يا سوهان. صالح بياخد كل الأوامر تبعه من أبوكي، ولما عرف أبوكي إنه انكشفت الأمور قرر أبوكي مشان ما يقول لصالح شيء. خلص جسور خلص، ما بعرف شلون فجأة وصلت القصة لبابا انهي هالموضوع وسكره. أنا ما حكيت شيء، أنت اللي فتحتي الموضوع. رجعنا نتخانق جسور. أصلاً وجودي هون فكرة مو منيحة بالمرة. لوين راح تروحي؟ عالبيت. ما بتروحي لحالك بهيك وقت، ما بيصير. تركني، ما عم أخذ إذنك. سوهان سيارتك بعيدة من هون كيلومتر وأنا مجبور وصلك إذا بدك تروحي. يا وصلني يا تركني بقى. ماشي. دوريات الشرطة بتكون مكثفة بالمنطقة أكثر من أي وقت، وإذا بدك يمسكوني تفضلي. طيب بس في عندي شرط. نحن ما رح نحكي عن بابا بعد هيك. يا الله، وين راحت هالبنت يا وتليفونها مسكر؟ يعني أنا ما بدي أفكر بشغلات مو منيحة كمان، بس لما هرب جسور من السجن أكيد. ليك اسمعني عمي، الصبح وقت رحت من المزرعة إجا النائب سرحان بعدها وحكى مع سوهان كتير، وبعدين طلعت سوهان من المزرعة ولحد هلأ ما رجعت. أنت شو قصدك باللي عم تقولي يا جاهدة؟ لا يعني طبعاً هنن انفصلوا صح، بس يمكن هلأ تكون هي وجسور مع بعض، يعني بجوز يكونوا هربوا لبرا البلد. لك عمي على كيفك بتفسري؟ ليش بنتي لتهرب معاتي؟ أنا بس شايفة؟ أنا بقول ما بدي عصب بس أنتو بتعملوني مجنون يا تحسين بيك. اهدى شوي، أنت لا تعصب أبدا. أنا بدقيقتين بعمل لك مساج وبخليك ترتاح وتنسى كل هالتعصيب. ما بدي. بالمناسبة هي إجت إلك تحسين بيك، يمكن من السجن من عادي لخانه.